الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم 10 بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية نحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هو ما حج إلا مرة واحدة، يعني كم مرة الرسول عليه الصلاة والسلام حج في كل عمره؟ حجة واحدة. متى كانت هاي الحجة؟ هي في السنة 10 للهجرة، وحج معه 100,000 من المسلمين. يعني انطلق للحج الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معاه عدد الحجاج من المسلمين 100,000 مسلم. بعدين نعرف احنا واخذنا الحج وتفصيلاته وكيف بيتم الحج، ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر والعصر جمع تقديم خطب بالمسلمين. بعد ما صلوا ايش في عنا اللي هي الخطبة. لما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في المسلمين، خطب لهم خطبة بين فيها كتير من الأحكام الشرعية الإسلامية، بين لهم بعض الأمور ووصاهم على بعض الأمور، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع. إذا الحجة الوحيدة اللي حجها الرسول عليه الصلاة والسلام سميت بحجة الوداع، وكانت في أي عام؟ كانت في العام 10 للهجرة. أما بالنسبة للعمر فقد اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ 4 مرات. أما الحج طبعا احنا نعرف أحكام الدين هي كانت تنزل كلياتها بالتدريج، فالحج أصلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة صار في حج للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 2 مرات. المرة الأولى مين اللي كان فيها المسؤول أو الأمير للحج اللي مع المسلمين ويفرجهم كيف يحجوا ويعملوا أعمال الحج؟ كان اللي هو أبو بكر الصديق. والمرة الثانية اللي هي كان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي حجة الوداع. طيب ليش سميت هاي الحجة بحجة الوداع؟ شو السبب إنه اسمها حجة الوداع؟ أكيد هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام سماها هيك، هم فيما بعد سموها هيك. ليه؟ بسبب إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يحكي عن بعض الأمور والتوجيهات كان كأنه يودع أصحابه في هاي الخطبة، عشان هيك سميت في حجة الوداع، لأنه كأنه كان في وداع من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين لأصحابه رضوان الله عليهم. فاللي دللنا واللي دلل الصحابة وفهمها، الوحيد اللي فهمها على طول اللي هو كان أبو بكر الصديق، فهم إنه هذا خلص كأنه وداع من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين. لما الرسول عليه الصلاة والسلام حكى أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وهو فعلا بعدين توفى الرسول عليه الصلاة والسلام في هاي الخطبة. طبعا إحنا ما نحكي إنه الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وخطبة وداع وآخر إشي قبل وفاته، إذا أكيد في عندي أمر مهم جدا راح يكون في هاي الخطبة، في أمور معينة بدي أحكيها راح تكون هي يعني أهم الأمور، أهم المواضيع، بده يلفت انتباه المسلمين لأمور جدا مهمة. زي ما إحنا نحكي مثلا عن شغلة تكوني تحكي وحكيتي تفصيل تفصيل أو حكيتي وشرحتي كثير، لكن بعدين لو إجا حدا سألك أو أنت بالامتحان طلب منك لخصي أو إيش راح تعملي؟ راح تطلعي زبدة الأمور، أهم إشي في الموضوع تحكي. فالآن راح نتعرف على أبرز الأشياء اللي دعا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة. إذا من القضايا التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اللي هي زي ما حكينا هي أبرز الأمور اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ركز فيها أو أوصى المسلمين والناس في هاي الأمور. نبدأ فيها نقطة نقطة. النقطة الأولى وهي تأكيد قيم الأخوة والوحدة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بده يأسس لهذا المجتمع، وهو بيودع قاعد هذا الإشي، وبعده راح يعني يكملوا الصحابة المسير، وهاي المسيرة اللي راح يكملوها بدها تكون هي بناء أمة كاملة، حضارة كاملة. أبرز وأهم إشي في بناء هاي الحضارة اللي هو إيش؟ الأخوة والوحدة. لأنه طالما الناس متأخين متحابين هم مع بعض وحدة واحدة الأمور حتكون تمام. أما إذا كانت الفرقة هي السائدة بينهم إيش راح يصير؟
رح يكون مجتمع ضعيف هزيل جدا. ممكن أي حدا ينتصر على هذا المجتمع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، نداء للناس، نداء لإلهم. إيش هو هذا النداء؟ إنما المؤمنون إخوة. أكد على آية موجودة، آية عظيمة عندنا في القرآن الكريم، إنما المؤمنون إخوة، تلخص علاقة المسلمين مع بعضهم البعض، حتى إنه الأخوة في الله سبحانه وتعالى وأخوة المؤمنين هي أعلى وأسمى من رابطة أخوة النسب. الأمر الثاني أو النقطة الثانية، وهي حرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض. إذا بأكد عندي شيء مهم جدا في تعامل الناس مع بعضهم البعض، هذا التعامل مبني على أسس وعلى احترام وعلى أسس دينية وقواعد ومنطلقات إسلامية. ما بنفع بأي حال من الأحوال واحد يعتدي على الآخر بغض النظر عن نوع هذا الاعتداء، سواء كان هذا الاعتداء بالدماء، بالأموال، بالأعراض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني حرمة اليوم الفضيل وحرمة الشهر الفضيل، وطبعا احنا نعرف انها هي الاشهر الحرم، سميت بهذا الاسم ليش؟ لحرمة اصلا، حتى مش بس القتال، حتى الصيد في هذه الاشهر. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام اكد على هذا الامر بضرب المثال باليوم والشهر والبلد، وهي مكة المكرمة. الأمر الثالث من هذه الأمور، وهو إبطال ما كان من عادات سيئة عند العرب في الجاهلية، مثل الثأر والربا. نعرف إحنا الجاهلية كان فيها كثير من العادات السيئة، الأشياء اللي فيها هضم لحقوق الناس، فيها استعباد لطرف على حساب طرف ثاني، فيها هضم لحقوق كثير من الأفراد، فيها ظلم، أنواع من الظلم كثير كانت الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتأكد ويأكد عليهم أنه تطلع كل هاي العادات السيئة من نفوسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني كلياتها أمور مالها خلص، هي موضوعة، هي أمور لا نقاش فيها، هي أمور انتهت. هاي الأمور بالنسبة لنا كمسلمين صارت أمور زائرة، ودماء الجاهلية موضوعة، يعني كله خلص باطل، ما حدا له يحاسب حدا على أمر كان في بيناتهم قبل الإسلام، لأنه انتهى هذا كلياته أيام الجاهلية. بعد الإسلام انتهى هذا الأمر كلياته. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. شوفوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام مش بس نهاهم، لا، وحكى أول إشي، يعني أسقط من هاي الأمور، الأمور اللي تتعلق، مش بده يطبق هاي القوانين على الناس، مش يحط قوانين ويصدر قوانين ويحكي للناس اعملوها. الإنسان دائما حتى يكون دائما قائد ناجح لازم يبدأ بنفسه، خلي الناس تشوفه هو يتمثل هذا الأمر، بعدين يطبقوه من وراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام مش بس نهاهم وما في ربا وخلص وانتهى، ما في ثأر وانتهى، لا، حط هاي الأمور أول ما بلش من وين؟ من القبيلة تاعته هو، من عشيرته، من عيلته. فبلش بعيلته ووضع هذه الأمور حتى يكون قدوة للناس تقتدي فيه دائما. هاي إلك لحياتك. أنا أكيد لما بدي أنصح غيري وأعمل، إذا أنا ما كنت مطبقة أو أنا عاملة، غيري ما رح يقتدي فيه، لكن ممكن غيري يقتدي فيه من أفعالي وتصرفاتي حتى بدون ما أحكي له. ففي عبارة دائما بيحكوها إنه إذا كنت إمامي فكن أمامي، يعني أشوف أفعالك، كن أنت اللي قدام بالمقدمة، مش تكون أنت الخائف. منفع قائد حرب يكون هو المتخبي وفي مؤخرة الصفوف ويحكي للناس قاتلوا؟ أكيد لا، لازم هو اللي يكون بشجاعة هذا القائد. شو بيصير؟ بيكون الجيش كامل شجاع. النقطة الرابعة، وهي تأكيد أهمية الأسرة
وتماسكها وأداء أفرادها للحقوق والواجبات المطلوبة منهم. يعني بلش هو يحكي عن علاقات عامة بشكل عام. الآن في عندي هاي النقطة بتأكد لي أهم إشي وأخف إشي من كل هاي العلاقات العامة اللي هي إيش؟ الأسرة، لأن هي أساس المجتمع. بصلاح المجتمع، بصلاح الأسرة يصلح المجتمع كامل، وبفسادها يفسد المجتمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بده يؤكد على أمور مهمة في هذه الأسرة المسلمة. فأول ما قال فاتقوا الله في النساء. شوفوا حرص الدين وحرص الإسلام لأي درجة كان على المرأة. إحنا الآن كلاتهم بيحكوا عن حقوق المرأة، لكن فعليا اللي أعطى المرأة كل الحقوق وحفظ للمرأة كرامتها وحفظ للمرأة كل حقوقها هو كان الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام تخيل هي خطبة، حكينا إحنا خطبة الوداع، خلاص هاي حجة الوداع اللي ألقاها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي حجها، وهاي آخر خطبة، وكان بينوه فيها على أمور مهمة كتير، ومية ألف من المسلمين معه، يعني بده يوصيهم على أهم المهم. ما ترك إشي وصار يحكي بس عن المجتمع كامل أو عن الدولة الإسلامية أو لا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أولى المرأة في هاي الخطبة أيضا اهتمام كبير، فحكى فاتقوا الله في النساء. شوفوا لأي درجة. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام حقوق للمرأة وحقوق للرجل، كل واحد له حق وعليه واجب من الواجبات لازم يؤديه، ما يطلب بس شو هو له حقوق وهو ما يؤدي الواجبات اللي عليه. المرأة عليها واجبات ولها حقوق، ونفس الشيء الرجل له واجبات أو عليه واجبات وله حقوق على زوجته. لازم كل طرف يؤدي هذه الحقوق والواجبات على أتم وجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. عشان هيك ابتدأ بدائما اللي هو النساء، فاتقوا الله في النساء، لا تظلموهم ولا تستضعفوهم ولا تاكلوا حقهم، وا وا وا. هاي الجملة لحالها بتحتوي على كثير من الأمور اللي هي فاتقوا الله في النساء. النقطة الخامسة والأخيرة وهي وجوب التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بالأحكام الواردة فيهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلم تضلوا أبدا. يعني أنا تركت لكم إشي، طول ما أنتم متمسكين بهذا الأمر، طول ما أنتم، ما حكى بس طبقوا ولا حكى اعملوا، ما إن اعتصمتم به، الاعتصام يعني شدة التمسك، فلن تضلوا أبدا، ما حدا فيكم راح يضل ولا حدا راح ينحرف عن الطريق الصحيح طالما انتوا تمسكتوا بهذا الأمرين اللي أنا دركت لكم إياهم. شو هم هدول الأمرين؟ كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيما سبق حكينا عن الناس اللي هي تنكر السنة النبوية وتتمسك في القرآن بحجة إنه القرآن في كل شيء، فخلص يغنينا القرآن عن السنة النبوية، وحكينا على خطورة هذا الأمر وعلى الآيات اللي هي توجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجب الامتثال لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن حكينا هاي أمور، بعض الأمور، خطبة الوداع طبعا هي خطبة طويلة جميلة جدا جدا، الأحكام الواردة فيها يعني يفضل أنه تفتحي وتدوري عليها وتقرأيها لأنها رائعة جدا، وكل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قمة في الروعة. لكن هاي بتلاقي فيها زي توجيهات لإلك، توجيهات للمجتمع، توجيهات عامة وكاملة وشاملة. انتهت هذه الحجة اللي هي حجة الوداع، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه.
وبدأت عندنا استعدادات لإكمال الحياة اللي كانوا عايشينها بشكل طبيعي. هون رح نحكي عن مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ننتقل بعد الحديث عن مرضه عن الحديث عن وفاته عليه الصلاة والسلام. بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، طلب إلى الصحابة رضي الله عنهم الاستعداد لقتال الروم. إذن كانوا يجهزوا أمورهم، يجهزوا حالهم لقتال الروم. جهز جيش، وهذا الجيش اللي طالع لقتال الروم مين أمر عليه؟ مين كان الأمير القائد المسؤول؟ كان هو أسامة بن زيد. أسامة بن زيد اللي كان عمره 15 أو 16 سنة، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو قائد لجيش من المسلمين، في كبار من الصحابة وفي عدد مهول من المسلمين، ورايحين لوين؟ لقتال الروم اللي هي من أكبر القوة. لكن مع هيك الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شيء اسمه صغير وكبير، هذا درس، هذا درس لحاله نحكي فيه ونستفيض بالحكي فيه كتير. ما في شيء اسمه أنا لساتني صغيرة، طالما أنا إنسان بالغ عاقل إذن أنا مكلف شرعا، لا ما فيها لا صغير ولا كبير. عمره ما كانت الشغلة بتتحدد بالعمر، ممكن في ناس توصل لعمر 50 سنة وهي فعليا قدراتها محدودة، أو هي ناس ضعيفة أو وفي ناس ممكن وهي عمرها 15 سنة تكون بتفهم عن جد أكثر من ناس بتفوقها بهذا العمر ضعف أو ضعفين لهذا العمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى كيف كان يربي فيهم روح القيادة وتحمل المسؤولية. فأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه، لكن في أثناء هاي التجهيزات والإعدادات لهاي المعركة إيش صار؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من صداع شديد في رأسه. لأن صار يشكو من صداع في رأسه، بعدين اشتد عليه المرض أكثر. كان أصلا هو بتصيبه حمى بين فترة والتانية، يعني اللي حمى اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، بيحمى شوي بترجع تهدى عليه بين فترة والأخرى. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا عدل الرسول وأخلاق الرسول إيش عمل. هلا هو تعبان بده حدا يعني يعالجه ويدير باله عليه وبده يتعالج، وين طلب؟ ما راح حكى يلا ودوني على البيت وخلص وسكت، لا، استأذن كل زوجاته عليه الصلاة والسلام أنه هو يمرض وين؟ في بيت عائشة. مع أنه واحد ممكن تعبان، واحد مريض، خلص إحنا بالنسبة إلنا واحد تعبان مريض بتقولي خلص، حتى لو شو، لو هي زعلتني بكلمة، لو أبصر إيش، لو هي تعبانة مريضة أكيد مش رح أحاسبها، أكيد مش رح. فكيف لما يكون مرض ويشتد عليه عليه الصلاة والسلام المرض زي هيك، لكنه مع هيك شوفوا بإيش كان يفكر، شوفوا قمة العدل، قمة الحب، قمة الكل إشي كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن زوجاته إنه هو يمرض وين؟ في بيت عائشة رضي الله عنها. فهم طبعا وافقوا، وبعدين ودوا على بيت عائشة بنت أبي بكر الصديق. إجا وقت الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقوى على الصلاة في المسجد، ما قدر إنه يروح يصلي في المسجد مثل ما هو دائما بيصلي في المسلمين. فطلب لمين؟ حكى لأبو بكر الصديق إنه يذهب يخرج يأم بالناس، وكأنها هاي إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما أنا هياتني بالصلاة أنا الإمام، أنا مو قادر أكون إمام هلأ بالصلاة، جعلت أبو بكر الصديق مكاني. فكأنها كانت إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكون هو من بعده خليفة المسلمين. في يوم من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام شعر بتحسن فخرج إلى الصلاة، طلع يصلي، لكن مين كان الإمام؟ كان الإمام هو مين؟ برضه أبو بكر الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وأبو بكر هو الإمام. تحدث الآن عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال
في يوم الاثنين اللي هو تاريخ 12 ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، شعر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسن، حس حاله أحسن شوي، أنشط، فخرج إلى المسجد وجلس مع الناس يوجههم ويرشدهم، ثم رجع إلى بيته فاضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها وأخذ سواكا فاستاك به، يعني بس رجع تمدد وين في حجر عائشة رضي الله عنها، أخذ سواك وصار يتسوك بهذا السواك، ثم يدخل يده الماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو يأخذ الماء يحطها بإيده ويمسح فيها على وجهه ويحكي لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. بعدين رفع يده فجعل يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها عليه الصلاة والسلام، وتوفى بهيك النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك دائما العلماء شو بيحكوا، لما الإنسان تصيبه أي مصيبة يتذكر إنه أي مصيبة هينة بعد هاي المصيبة، أكبر مصيبة كانت على المسلمين كلاتهم اللي هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، طبعا ردود أفعالهم تفاوتت، فكان الخبر عليهم صعب كثير كثير جدا على الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم ما استطاع القيام ومنهم ما استطاع الكلام، حتى أكبر وأشد الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صدمته في هذا الأمر أنكر بداية خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام. وعنا يعني مواقف كانت لعمر، وعمر عصب وحكى للناس إنه كل حدا راح يحكي إنه محمد مات، إنه هو رفع السيف عليهم، من شدة صدمتهم على فراق النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الحكيم الرفيق الخليل اللي كان أكثر واحد صديق للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أبو بكر الصديق، دخل لبيت بنته عائشة رضي الله عنها وكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو متوفي، قبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. شوف كيف أبو بكر، مواقف أبو بكر كيف كانت، دائما أبو بكر الصديق رضي الله عنه إيش عمل؟ بعد ما عمل هيك طلع وخطب بالناس، لأنه هاد إشي عظيم، مصاب كبير جدا. فدائما أبو بكر كان رضوان الله عليه هو يحسن التصرف ويحسن التصديق للرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأمور، فخرج على طول وخطب في الناس كلياتهم قائلا لهم، شوفوا كيف على طول، لا مجاملات ولا إشي، الموقف صعب شديد لكن برضو بحاجة لشدة وحزم. ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كان بده يصحيهم وينبههم إنه إحنا عبيد بالنهاية لله سبحانه وتعالى، ربنا كتب على كل إنسان مهما كان الموت هي نهايته. ثم تلا قوله تعالى، وإن بعد ما خلص هذا الحكي تلا القرآن عشان يذكرهم بالقرآن الكريم، إنه هذا الحكي موجود في القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا خطاب فيه من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي راح يموت. وبعدين قرأ آية أخرى اللي هي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فربنا سبحانه وتعالى كيف وصف حال المؤمنين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره كان 63 عام. بعدين الصحابة كلاتهم أدركوا هذا الأمر، ولما
هيك المؤمن لازم يكون وقف عند أوامر الله سبحانه وتعالى. أول ما أبو بكر الصديق تلا عليهم هاي الآيات ما ظلهم مصرين على ما هم عليه، رغم أنه المصيبة كبيرة جدا جدا جدا، لكنهم على طول أول ما ذكرهم تذكروا. بعدين دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اللي هي هلأ صارت جزء من المسجد النبوي بعد ما وسعوا هذا المسجد النبوي. كانت كل مرة يوسعوا، بالنهاية هي كانت بداية يعني كانت حجرة عائشة عند المسجد على باب المسجد، والآن هي أصبحت جزء من هذا المسجد النبوي. وبذلك يعني انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وقد بلغ الأمانة وأدى هذه الأمانة، والآن حمل هذه الأمانة يقع على عاتق كل مسلم إنه هو يكمل هذا الدين ويكمل هذا النهج الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إنه هو يوصل لنا هذا الدين، أولا بتطبيق هاي الأحكام وتطبيق أوامر كل الدين بحسب كل إنسان، وتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الحياة، والحرص على تطبيق هذه السنة النبوية كما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال هذا الدين لنا، فنكون نحن أيضا حريصين على التمسك بهذا الدين الإسلامي.